أول سعودية بعد نزول القرار جاية تشتري سيارة. ودحين جايين نختار السيارات، طبعا لنا تايهة بينهم، وكمان شوي وحننزل تحت نشوف باقي السيارات. مرة ما شاء الله مرة عجباني. ايش رايكم؟ انا مقاسي خلاص هادي. نشوف السيارات اللي تحت، شوف كيف ما شاء الله مرة اشكالها تجنن. وخلاص اعتمدت البنتلي العودية وهي الوحيدة الموجودة في الشرق الاوسط، سنة حق سنة 2017. شوفوها مرة يا ناس، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.